تخيل معايا انك تكون عايش في الشوماج، ما كاين لا خدمه لا والو، ودفع واحد كونكور مع ليطا وتهز وتهز تهز كراد، يعني غتدخل كراد مع الدوله وغتشد سالير مزيان اللي كيحلم به اي مواطن مغربي، وفي الاخر غتخرج عليك بنت، غتخرج لك صاحبه مع بنت اللي اصلا تفرقات عليك حيتاش انت ما خدامش، ومني غادي تعرفك خدام غتقول لك رجع معايا، وداك الشيء ما غتبغيش انت غادي تخرج عليك وغتمشي عند البوليس. تبعوا معايا القصه مزيان، داك الشيء اللي طرا ساعه المجرد طرا هذا الاخ هذا، تبعوا معايا القصه مزيان لانها غتكون عبره لاي شاب مغربي، لاي شاب مغربي فتحوا معايا دماغاتكم مزيان. فنبداو القصه ديالنا، القصه كتعاود على واحد الشاب مغربي عايش في كازا. هاد الدري هذا كان كيقرا مزيان، غير هو كان فقير بصح، والديه كانوا على قد الحال، فهمتي، با كان على قد الحال، الوالده ديالو كانت ربت بيت، هو كان كيتقاتل مع الوقت، غير هو كان في واحد الفيز، واخا كيقرا مزيان كان كيتصاحب بزاف مع البنات، بحكم انه كان مهلي في راسو، كان زوين وكان هادي وكان ذكي، ولكن هو كان في هاد الفيز كان كيتصاحب بزاف مع البنات، ما علينا. فهو من كتاش ما كيتصاحب مع البنات غادي يطيح مع واحد البنت، هاد البنت هادي بنت مسخة، مسخة في عقلها مع على ما كيعاود هو، غيطيح معاها غيتصاحب معاها، هي ما مصاحبش معاها غير هي بوحدها، راه مصاحب معاها بزاف البنات، هي من بين بزاف البنات، وهاد البنت كانت كتبغيه، المهم كانوا كيمشيو كيخرجوا كيديروا داكشي، المهم عايشين داكشي ديال الحرام اللي ما نوصي اي واحد بلا ما ديروا داكشي. فصافي الاخوان، المهم غادي يدفع واحد الكونكور في الدوله، هو كان فهمتي ديما كيميزي ديما كيبغي يخدم وكذا، وانتم عارف المغرب صعيب انك غادي تخدم وداكشي. فهاد الكونكور هذا غيبريباري لي غايجي بالله غادي ينجح في الكتابي موراها لغه. فهاديك البيريود هاد البنت هادي هو بدا كيتعلق بها، بدا كيبغيها وداكشي، فهي طورت العلاقه بيناتهم وداكشي، هي كانت كتشوفو ما خدام ما والو، قالت صافي علاش غادي نبقى معاه، فكات معاه ومشات عند واحد اخر، راكم عارفين اي وحده رخيصه وكذا راه دغيا غتبدل، دغيا غتبغي تمشي عند واحد جديد، هي فهمتي عزيز عليها الجديد، فهو ما غيبقاش فيه حال بزاف وداكشي، غيقول الله يعاونها وصافي. فهي هذيك صافي غادي يمشي، ما يقولش لي راني دفعت راني تقبلت في الكتاب وداكشي، غادي تقبل في كتابي، غادي يدوز لورال، غادي يتهز في لورال، غادي يتهز في لورال، غادي يفرح فرحه كبيره دابا بصح، سبحان الله غادي يرجع تهضر مع هاد البنت هادي، غتسولو كي داير هادي كلشي بخير، وغايقول لها الخبر، غايقول لها غتقول لي ويلي زعما تقبلتي مع الدوله وداكشي، غايقول لها اه واجي وانا فرحان وصافي وبخير وغنعيش مزيان. فهي هنا غتطمع البنت غتقول لي وخصني نتلاقاو زعما هادي راه توحشك، يقول لها لا غادي تهرب، يعني البنت غتعيق. فهي غادي تلقاها لي حدا الدار وكذا، وهادي غيقول لها راه ما باغيش ندوي معاك وداكشي، اشنو غادي دير هاد البنت؟ قالت لي لا ما هضرتيش معايا راه غندمك. قال لها كيفاش غتندميني راه انتي اللي بغيتي تخليني زعما، قالت لي غندمك. قال لها كيفاش غتندميني؟ فهم زعما شنو بيني وبينك باش تندميني؟ غتقول لي واش متاكد زعما من هادشي اللي كتقول؟ قال لا اه زعما الا كانت عندك شي حاجه باش تندميني فيها مرحبا. غتنوض هاد البنت غتمشي عند البوليس، قولي شنو غادي دير؟ غادي تعطيهم فيديوهات ديالها هي وياه كانوا كيديروا داكشي، ولكن كيما كانوش كيديروا داكشي بطريقه عاديه، كانوا كيديروا داكشي بطريقه ساديه، يعني هو كان كيضربها كيعنفها وداكشي وسط داكشي. فهو ملي غادي تعطيهم الفيديوهات وغتدليب هادشي اوتوماتيكمون غادي تستدعى السيد، غادي يضرب 48، ها هو هنا الحلم ديالو ديال الوظيفه وداكشي مشى. اشنو غادي يدير باش منو ما يديش الحبس وكذا؟ غادي يتزوج بها، هي ما غاديش تبغي، فهو ملي هي ما غاديش تبغيش هي صافي ما بقاتش باغا والو، بغات هي تخرج عليه. السيد كيمشي يطلب البوليس كيقول لهم اودي راه انا راه بخاطرها، كيقول لهم شوف حنا ماشي قاديش بخاطرها، هادشي راه فيديوهات، واش نتا اللي في الفيديو؟ انا في الفيديو، شكون اللي كان كيصور؟ انا اللي كنت كنصور، شكون اللي صيفط الفيديوهات؟ انا اللي صيفط الفيديوهات، يعني التهمه مشدوده عليه. كيقول لهم راه هي اللي عندها هاد الميول وهي كتبغي هادشي، البوليس ما كيعرفش هادشي،
المخزن ما كيعرفش هذا الشيء، القضاء ما كيعرفش هذا الشيء. فالسيد هنا حرم الوظيفه، ضاع ليه. والديه اللي كانوا فرحانين انهم مسافر عندهم واحد الولد غيخدم ويخرجهم، هذاك الولد اللي غادي يخرجهم من الميزانيه وشحال من حاجه، الحلم ضاع. فغادي يتقدم السيد الوكيل، من مورا غادي يتقدم، غادي يتحاكم. المهم واحد المحاكمه تكون طويله، غير يحاول انه يثبت البراءه ديالو بانه لا راه ما مش ديجا الصحه، راه هي اللي بغات. المحكمه ما كتعرفش هذا الشيء، يقول علاش درتي معاه انت هذا الشيء، يقول راه هي اللي حنا ما كنعرفوش هذا الشيء. فالسيد غيتحاكم وغيدخل الحبس. من مورا ما خرج من الحبس بقى حتى كونكو باقي غيقبلو ولا حتى شي حاجه، احلامه ضاعت بسبب نزوه، بسبب غريزه، بسبب شي حاجه هي بغات هذيك البنت، وفي الاخر هي قلبات عليه الطاوله. حذاوة ثم حذاوة الشباب. هذه نصيحه، هذه القصه عبره لاي واحد، لاي واحد عرف معاه من، وانت بلا ما زعما حاول انك ما تمشيش لذاك الشيء من الاحسن. راه اي واحد كيحفظ زعما كيحاول انه يضبط الغريزه ديالو كذا، غادي يعيش مرتاح في حياته. باش نجيكم نيشان، اي واحد كيعرف يحفظ الغريزه ديالو غادي يعيش مزيان في حياته. وياكم ثم وياكم الاخوان، وياكم تطيحوا في هذا الغلط هذا. فنتمنى القصه تكون عجباتكم، ونتمنى تكون هذه القصه عبره، عبره الاخوان. راه حضيو ثم حضيو، خصك انت ولد الناس وكذا، حضيت ثم حضي. راه ان لك كيداهن لعظيم. ما تلعبش مع العيالات، ما تلعبش مع العيالات هذا اللعب، لان المراه الا بغات تشدك راه غتشدك. القانون راه ديما في صف المرأة، ماشي في صف الراجل. ها اللي دخلها في دماغك، القانون كينصف المرأة على الراجل، لأن فهمتي صافي الوقت ديال هذا الوقت هو وقت المرأة. إلا بغات تشدك راه تشدك. راه أنا كنقول أنا راه كاينين بنات الناس وكذا، ولكن كنهضر لك أنا على الجانب الآخر، لأن هي راه غادي دير مع داك الشيء، هما ما كيعرفوش هادشي، كيعرفوا أنك أنت عنفت السيدة. شدي جا صح رغما عنها، هي راه واخا هي باغا وعزيز عليها القانون ما كيعرفش هادشي، كيعرف شديتي صح. فنتمنى الفيديو كان عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو القصه للاخوان، وهادشي اللي كاين، وتبارك الله عليكم.